بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عمل أسطوانة أوديو للكاسيت أو السي دي روم بتاع العربية. تمام، لو أنت معاك عربية مثلا وعاوز تحط مجموعة أغاني على أسطوانة، مبدئيا الأسطوانات بتاعة العربية بتبقى أسطوانات عادية زي اللي إحنا بنستخدمها، لكن بتتحرق بصيغة ملفات الأوديو. تمام، لأن الأسطوانة بتاعة اللي أنت بتشغلها على العربية لازم يعني بتتعامل معاها من خلال الوقت بتاعها مش من خلال المساحة. تمام، يعني مثلا الاسطوانه ممكن تجيب اسطوانه مثلا 700 ميجا تشيل اغاني مثلا لمده 80 دقيقه. تمام، مثلا ممكن تجيب مثلا اسطوانه مثلا 4 جيجا مثلا تشيل اغاني مثلا لمده ساعتين. تمام، فاحنا بنتعامل مع الاسطوانات الاوديو بتاعه العربيات او بتاعه الكاسيت بتاع العربيه من خلال الدقائق او الوقت بتاع تشغيل الاسطوانه. تمام، لكن مش من خلال المساحه. فطبعا عشان نعمل الموضوع دوت، انت اول حاجه هتجيب الاسطوانه وتدخلها في السيدروم. تمام، احنا هنجيب الاسطوانه وندخلها في السيدروم. في كذا برنامج ممكن تحرق بيه الاسطوانات الاوديو، ممكن باور ايز وممكن النيرو، في برامج مخصصه لعمل الاسطوانات الاوديو، لكن انا الحقيقه يعني هوريك طريقه دلوقتي تستخدمها من غير اي برامج. تمام، من خلال برنامج الويندوز ميديا بلاير بتاع الويندوز. طبعا كلنا عارفين الويندوز ميديا بلاير ده تقريبا اول برنامج اتعمل او اتصنع لتشغيل الاغاني تقريبا يعني. فعشان تفتح البرنامج بتروح على قائمه ستارت، وبعدين بتروح على اول بروجرامز، وبعدين بتفتح الويندوز ميديا بلاير. تمام، بيفتح معانا زي ما احنا شايفين. طبعا انت كده كده بتبقى اول حاجه مدخل الاسطوانه جوه السي دي روم بتاعك، دخل الاسطوانه في الكمبيوتر بتاعك، بعد كده بتفتح الويندوز ميديا بلاير، وبعدين بتدوس على كلمه بيرن. تمام، او حرق الكلمه دي. طبعا زي ما احنا شايفين هو هنا بيقول لي الاسطوانه اللي انت حاططها في الجهاز او مشغلها في السي دي روم هتشيل اغاني لمده 80 دقيقه. تمام، فانت هتبقى تضيف اغاني لحد ما ال 80 دقيقه دول يخلصوا. طيب هنعمل ده ازاي؟ انا مثلا معايا هنا البوم مثلا اهو. تمام، وعايز اضيف الاغاني ديت احطها عشان احرقها على الاسطوانه. هسحب مثلا الاغنيه دي واحطها هنا. تمام، زي ما احنا شايفين الوقت بيقل والعداد او المؤشر الاخضر ده بيبدا يتحرك معايا. تمام، هضيف الاغنيه الثالثه الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا. تمام، هضيف كده احدد كله واضيفهم هنا. تمام، هنا بيقول لك فاضل لك 40 دقيقه من ال 80. تمام، مثلا هاخد مثلا الثلاثه دول نحطهم هنا، فاضل لي 26 دقيقة وهكذا. تمام، فأنت بتتعامل من خلال المؤشر بتاع الدقايق اللي موجود قدامك لحد طبعا ما الشريط الأخضر ده يبقى معاك لحد الآخر، ويقول لك إن مفيش وقت خلاص، مفيش يعني مفيش دقايق فاضلك أو مفيش وقت فاضل في الأسطوانة. تمام، خلاص كده يبقى أنت مش هتقدر تضيف تاني. طبعا لو الأسطوانة كان مساحتها أكبر، دي أسطوانة 700 ميجا اللي أنا شغال عليها، لكن لو الأسطوانة مساحتها أكبر مثلا 4 جيجا أو 8 جيجا بتاخد أغاني أكتر، وبرده بيكون عدد الدقايق اللي فيها أكتر. تمام، بعد ما بتضيف الاغاني بتاعتك خلاص. بس عايز اوريك حاجه قبل برضو ما نبدا الحرق عشان بس باخد بالك منها. بعد ما بتدخل على كلمه بيرن ديت، تمام، بتيجي من هنا تختار اوديو سي دي. اوديو سي دي، تمام، لان خد بالك لازم تكون دي اوديو سي دي، لان لو مش اوديو سي دي انت كده مش هتنسخ العربيه، انت كده هتنسخ اسطوانه عاديه. تمام، فلازم تكون من المربع ده تكون مختار اوديو سي دي. بعد ما اخترت اوديو سي دي وضفت الاغاني بتاعتك كله تمام، خلاص بتيجي تدوس على ستارت بيرن. تمام، بيقول لك بيرنينج 0% كومبليتد. تمام، هيبدأ بقى العداد ده يشتغل معانا دلوقتي، هيبدأ يحرق الأغاني على الأسطوانة. تمام، هيبدأ معانا هنشوف دلوقتي. تمام، زي ما احنا شايفين بدأ 1%، هيبدأ بقى 2% 3% لحد ما يوصل 100%، ويقول لك إن عملية الحرق أو الأسطوانة الأوديو خلصت خلاص. تمام، هو ممكن يكون بطيء شوية، لكن دي الطريقة السليمة لعمل الأسطوانات الأوديو. أنا الصراحة بفضلها عن اي برنامج تاني، سواء كان الالترا ايزو او بار ايزو او النيرو او اي برنامج غيرهم. تمام، فكل اللي عليك ان انت تصبر بقى لحد ما يخلص عمليه الحرق. تمام، او ممكن يكون بطيء في الاول شويه، لكن بعد كده الموضوع هيكون اسرع معانا زي ما احنا شايفين 3%. طبعا انا هستناه لحد ما يخلص خالص عشان اشغل الاسطوانه معاكم وتشوفوا ان هي شغاله. يعني هطلعها من السي دي روم وادخلها، المفروض ان هي بمجرد ما تدخل السي دي روم بتشتغل اوتوماتيك. تمام، زي السي دي روم بتاع العربيه. فانا هستنى لحد ما يخلص عمليه الحرق وهرجع لكم تاني. تمام، زي ما احنا شايفين انا وصل 99% كومبليتد. تمام، خلاص هو قرب يخلص. تمام، مش عارف سمعتوا صوت السي دي روم لما طلع ولا لا، هو كده خلاص خلص وطلع لي الاسطوانه من السي دي روم بتاع الجهاز بتاعي. تمام، المفروض ان انا هدخل السي دي روم في الكمبيوتر، بحيث ان انا لما ادخل الاسطوانه او اسف ادخل السي دي جوه السي دي روم الكمبيوتر يشغل الاسطوانه بشكل اوتوماتيك من الاغاني اللي انا حطيتها عليها. تمام،
فانا هقفل الويندوز ميديا بلاير خالص وهبدا ادخل السي دي عشان اشوف هيشتغل معايا بشكل اوتوماتيك ولا لا. تمام، زي ما سمعتم انا دخلت الاسطوانه دلوقتي. تمام، ظهر لي المربع ده اللي احنا شايفينه اللي هو اوديو سي دي. تمام، هدوس على بلاي، هيبدا يشتغل معايا من غير اي مشاكل. تمام، وفكرك كل يوم وانا بنساك. تمام، انا مثلا هجري الاغنيه دي واشوف الاغنيه اللي بعديها هتشتغل ولا لا. تبدا دلوقتي معايا. تمام تمام كده الاسطوانه الاوديو اتعملت. في بقى حاجه عايزك تاخد بالك منها، انت دلوقتي لو دخلت على الكمبيوتر وجيت فتحت الاسطوانه كليك يمين وعملت لها مثلا اوبن، تمام، هتلاقي اسامي الاغاني متغير، تراك 1 تراك 2 تراك 3، مش باسامي الاغاني الموجوده عندك على الجهاز اللي انت ضفتها من شويه، هتلاقيها بقى اسمها تراكات كده، تراك 1 تراك 2 تراك 3 تراك 4 وهكذا. تمام، لو اخدنا اي تراك من دول كوبي مثلا عندنا على الجهاز وحطيناه مثلا باسط على الكمبيوتر وجينا نشغله مش هيشتغل معانا زي ما احنا شايفين. تمام، طب حل المشكله دي ايه بقى؟ فده ان شاء الله هنعرفه في درس جاي، ازاي نحول الاسطوانه الاوديو لملفات ام بي 3 تشتغل على الكمبيوتر عندنا. تمام، يبقى الاسطوانه الاوديو بتشتغل بس على الاسطوانه او تشتغل على سي دي روم الكمبيوتر او سي دي روم او الكاسيت بتاع العربيه. تمام، لكن تاخد نسخه منها كوبي وبيست على الجهاز مش هتشتغل معاك. ده ان شاء الله هنعرفه في درس لوحده، ازاي تحول الاسطوانه الاوديو لملفات ام بي 3 تقدر تشغلها على جهاز الكمبيوتر. تمام، في برضو حاجه اخيره عايز اقولها في الشرح، لو انت حابب تعمل اغاني اوديو على فلاشه، الفلاشه مش بتحتاج اي برامج يا جماعه، بتاخد الاغاني كوبي وباست على الفلاشه بتاعتك. تمام، من غير اي برامج من غير اي حاجه، وبتوصلها في السي دي روم بتاع العربيه تشتغل معاك من غير اي مشكله. تمام، ده كان شرح بسيط لاحد الاعضاء على جروب اوريجينال سوفت وير، كان طالب طريقه عمل اسطوانه اوديو. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، تكون الناس استفادوا منه. ان شاء الله انتظرونا في الشرحات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.